حطت أغنية علمني عليك لسفير الأغنية الفنان عبد الله رويشد خلال دعوة أبو خالد لإحياء بعض الحفلات في العراق بمناسبة يوم الفن العراقي. التقى هناك بالملحن القدير فاروق هلال اللي سوى جلسة عقب إحدى الحفلات ليعرض على رويشد أغنية من تلحين فنان شاب واعد، ولكن خلال الجلسة طلب أحد أصدقاء فاروق منه أن يجدوا بأغنية تعلمني عليك اللي وضع ألحانها فاروق وكتب كلماتها أسعد الغريري. يقول الملحن العراقي: أديت الأغنية وفق إمكانيات صوتي، وبعد ما انتهيت منها تفاجأت أبو خالد يقوم من مكانه ويطبع قبلة على راسي ويقول لي: مو أنتم العراقيين تضيفون الناس؟ أنا ما راح أطلع من هني إلا وأنا ماخذ هالغناية. عقب هاللقاء التقى فاروق هلال مع أبو خالد في القاهرة وسجل رويشد الأغنية في استديو الراحل عمار الشريعي، وصارت واحدة من روائع لرويشد. Thank you.